شكرا لجريدة الموقع فاس نيوز على التواصل وتتبع الهموم والمشاكل ديال المواطنين. اليوم حنا كنتواجدوا في المنزل رقم 12 زاوية الشرادة المدينة. دائما كنت كنتهرب انني ما ندخلش في الموضوع ديال الدور الاهلي للسقوط، ولكن للضرورة احكام. محمد اعراب رئيس جمعية وادي الجواهر فاس المدينة. هذا المنزل كان كيتصلح في اطار 8 المليون ديال اللي كتعطي الدوله، وواحد المنزل حداه فارغ من الناس ديالو، منزل كبير طاح وجر هذا المنزل هذا. دابا هاد الناس هادي سيمانه وما جالسين، لان الناس ديال الوكاله ديال الانقاذ والسيد الوالي ما عرفوش من قرار غيتاخدو، مازال كيدارسو. ولكن المشكل اللي غنوضع فيه الاصبع ديالي على الجرح هو ان الدعم اللي كيتعطل للدور الاهلي للسقوط في فاس المدينه هو دعم هزيل، 80,000 درهم. اللي جينا نشوفوا على ان الدار اللي بغيتي تصوب لها غير السطح ودير لها الخشب والورقه كيطيح ب 2000 درهم للمتر، دونك سطيح صغير كيطيح ب 800 المليون، باش غادي نصلحوا الشيء الاخر؟ اذا هذا هو المشكل اللي عندنا في فاس. دابا انا ما كنحملش المسؤوليه للوكاله الحال ديال الانقاذ فاس ولا للسيد الوالي كممثل السلطه. انا بغيت غير نشير للموضوع باش اللجنه اللي كان ترأس عليها سيدنا الله ينصره فاش عطى المشاريع الملكيه وسهرت على تنزيل هذه المسائل وخرجت 8 المليون. 8 المليون لا تفي للغرض. دابا حنا ماشي كنصلحوا فاس، حنا نفسدوا فاس، لان اكثريه ديال المقاولين اللي كيدخلوا للدور كيصيبوا مشكل مع موالين الدار، وكنزولوا الخشب وكنديروا الفراطي. اذا حنا ما كنحافظوش على التراث. انا دائما اكرر لا احمل المسؤوليه للوالي، لان عندهم واحد البريم، عندهم 8 مليون معطيه لهم ما يمكن لهمش يتعداوها، وما يمكن لهمش يقولوا ان 8 مليون ما كافياش. حنا كمجتمع مدني وكساكنه فاس كنقولوا هذا الدعم اللي كيتعطى راه دعم هزيل، راه حنا ما كنصلحوش كنفسدوا. اذا خصنا نعطيو الدعم على حسب عدد الاسر. كاين الدار اللي فيها 10 الاسر، الا عطينا غير 2 مليون الاسره هي 20 مليون. اما الاكثريه ديال الديور دابا التاريخيين والقدام واللي فيهم التراث ما كنصلحوهمش، حيت 8 مليون لا تفي بالغرض. كنصلحوا الديور اللي صغيورين، كنزولوا لهم الخشب وكنديروا لهم الفراطي. اذا هذا الشيء حنا كندقوا ناقوس الخطر، وكان حنا كنقدروا العمل اللي كتقوم به الوكاله والعمل اللي كتقوم به السلطه المحليه، ولكن هذا ميساج كنعطيوه للسيد وزير الداخليه. راه الفلوس اللي عطى سيدنا الفاس باش تصلح، راه حنا ما كنصلحوش دابا الديور بهاد 8 مليون. نفسدوا الدور اي للسقوط، راه حنا كنفسدوها ماشي كنصلحوها. هاد الشيء وقع لنا في 23 في شهر 10. دابا هادي سيمانه وكان الورش عندنا خدام، داك الشيء ديال الاصلاح. دابا هاد الشيء وقع لنا هادي سيمانه، وتنقولوا تيجيو تيصوروا وتيمشيو بحالهم، تيجيو تيصوروا وتيمشيو، تيصوروا وتيمشيو. دابا الا مشى شي شتا ولا شي حاجه، هنا الوليدات ديالي هادشي كلنا في خطر. دابا الا جات شي شتا ولا شي حاجه هادشي كلشي غيهبط. دابا هادشي اللي تتشوف، هادشي اللي واقع.